لسان اللي يقول كلمة زي كده على بنتي؟ ده أنا بنتي متربية أحسن تربية ومتعلمة أحلى علامة. ده ملعوب من ملاعبك أنت يا كيداهم، وبعتي بنتك عشان تعمله، ها؟ وأنا أقول يا ربي يا ربي، إيه الحنية اللي نزلت على قلبك فجأة دي؟ وبنتك دخلت عليا عمته، أنا اللي هزوق العروسة يا عمته، عمته هخليها لك زي القمر يا عمته. خليت لي البت زي القردة وشعرها أحمر، إلهي تولعه في نار جهنم. سقيتوها إيه؟ سقيت الدرد من فعانك يا ولية، داخلة علينا بالحنجل والمنجل تتحنجلي علينا كده ليه؟ عمالة تخبطي في الحيلة وبتقولي شكل للبيع، عاوزة مني إيه يا ولية؟ عاوز إيه يعني يا كيدان؟ وأنا شعرفني جاي ترمي بالك عليا، ما تروحي تشوفي بنتك بتصفي عني نصيبة ولا ماشية في البطال مع مين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كيدهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يكون في علمك انا هاخد بنتي من هنا على المستشفى عدل، هعمل لها غسيل معده واشوف لو لقيت اي حاجه مخدره في معدتها من المستشفى على الاسم عدل، هعمل لكم محضر حبايتكم كلكم في الحجز. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه يا روحيه؟ الله، ايه اللي بتقوليه ده بس يا اختي؟ يا حنين يا ابو قلبي ملبن، ايه الحنين اللي نزلت عليك مره واحده دي؟ بقى عايز تاخد الفاميليا بتاعتك يا راجل، توديهم الاسم وتقول لها ما يصحش يا روحيه، ده بدل ما تاخدها جوزين الايام يا راجل. اسكت انت يا كيداهم، اسكتي، دي برضه اختي وانا هعرف ازاي اتفاهم معاها. يعني يرضيك يا حنفي يا اخويا يبوظوا الجوازه ويحرقوا قلب بنتي واقف ساكته؟ يا اختي اقعدي تمسكيني تمسكيني واكلي القوانطه زي العاده. بقول لك يا اختي خشي شوفي البنت وشوفي مالها عشان نوديها للدكتور عشان يكشف عليها ويطمنها. قال لها انت مصممه توصلي الموضوع للبوليس؟ ايوه. خلاص يبقى انا حشد معاكي. خليك ليا يا اخويا. طمني طمني يا كيداهم، بشرفي هقوم لك اكبر محامي في البلد. عرفت يا صافيه اللي حصل النهارده؟ خير ايه اللي حصل؟ الوليه كيداهم اللي تنشك بوظت الجوازه بتاعت بنت روحيه. بوظتها؟ بوظتها ازاي؟ البت امينه سقتها حاجه فيها برشام صراصير اللي بيخلي الواحد مصرصر ده ومش عارف يتلم على روحه. يا لهوي هلوسه؟ ايوه حاجه زي كده. الله يلعنها بنت المؤذيه. هي الست دي ايه يا اختي؟ ماشيه تدلدق شرها على الناس كده؟ وحنان عامله ايه دلوقتي؟ يا عين امها بيقولوا تعبانه قوي، بس الدكتور كتب لها على العلاج. لا انا لازم من بكره الصبح اروح اطمن عليها، واللي يحصل بقى يحصل. اهلا يا صافيه. ألف سلامة على الأنسة حنان، إن شاء الله يا رب العدوين اللي يكرهوها. شفت يا صافية إيه اللي عملوه في حنان؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ربنا ينتقم منها هي وبناتها وكل اللي يتشدد لها. قادر يا كريم؟ معلش يا ست روحية، إن شاء الله بنتك هتتجوز أحسن جوازة وهتشوفيها أحلى عروسة في الكوشة ويفرح قلبك بيها بإذن الله. إن شاء الله يا رب. أمال هي فين؟ نايمة في أوضتها من امبارح. سلام عليك يا حبيبتي، والنبي ما تعملي في نفسك كده، مفيش حاجه تستاهل دموعك دي ابدا. روقي، كل حاجه هتتصلح ان شاء الله. قولي لها يا صافيه احسن قلبي وجعني معاها. خليك يا ست روحي انا هفتح الباب. مش عايزه تعبك يا بنتي. تعبك راح. يا مرحمنا ده احنا بنتعلق اكتر ما بنستحمل. انت مش امبارح طلبت مني؟ هو الدم ايه خلاص هرب؟ ما بقاش عندك ولا نقطه؟ ايه في ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا عيني يا اختي، ده انت حتى ضميرك مات، مش مخليكي حاسه انت عملتي ايه يا بنت. ما تنطقي في ايه؟ في ايه؟ هان عليكي يا امينه، هان عليكي تاذي حنان بنت عمتك؟ بقول لك ايه، ماما اللي طلبت مني اعمل كده، ولا عايزاني اقول للحكومه لا؟ لا ما تقوليش الحكومه لا، تقولي للحكومه حاضر، عشان ده الادب. تيزي بنت عمتك اللي متربيه معاكي من وانتي صغيره، الواكله معاكي عيش وملح، وتقولي حاضر علشان ده الادب مش كده؟ يعني عايزه تقولي لي ان ماما لو كانت طلبت منك تعملي كده كنت هتقدري تقولي لها لا؟ اه طبعا كنت هقول لها لا، وما اقولهاش لا ليه يعني؟ كانت هتعملي ايه؟ ما انا ناسيه ان انتي الدلوعه اللي ماما بتخاف على زعلها، لحسن تمثلي لها وتقولي لها الحقيني يا ماما دايخه. تصدقي يا بنت امينه انت بنت ما عندكيش ريحه الدم؟ مش كفايه انك اذيتي حنان، انت كمان بتتريقي على عيا اختك؟ يا شيخه بقى روحي انت كمان، وانت عامله زي الاتوبيس المكيف ابو 2 جنيه كده. يا بنت افهمي، لو كنت بنت حنان جرى لها حاجه من القرص اللي انت حطيته لها ده كنتش هتعيشي ازاي بقى بعدها؟ تعيش؟
قولي لها كنا هنلاقيكي مرميه في انهي سجن ولا واخده حكم بالاعدام امتى. انتوا هتعملوا عليا كوبانيه انتوا الجوز ولا ايه؟ كل واحده تخليها في حالها بدل لما ماما تيجي خليها تشوف شغلها معاكم. يا سلام، ليه ان شاء الله كنتي قفشينا بنعمل ايه؟ بقول لك ايه يا حلوه، اللي بيتهم من ازاز ما يحدفش الناس بالطول. ده معناه ان شاء الله معناه ان احنا هنقول لماما على سهرك وسرمحتك طول الليل والسجاير. هي بقت كده ماشي خلاص. قومي 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 كده، غيري هدومك ولبسي عشان ننزل نشقر على بنت عمتك. يا عمتك هترضى تدخلكوا؟ دي لو طالت تولع فيكوا هتعملها. تصدقي يا بنت انت طلعتي منها هتعمل هتبقى زي الفل. ماشي يا اختي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. ازيك يا عمتك؟ الحمد لله. احنا كنا جايين هنا وكريمه عشان كنا عايزين نطمن على حنان. يعني يا حبايبي جايين تطمنوا عليها؟ جايين تشمتوا فيها؟ لا يا حبيبتي لا، ده على رأي المثل تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته. والله يا عمته انا ماليه دعوه باللي حصل ده ولا كنت اعرف عنه اي حاجه. ليه كده يا عمته؟ اه والله يا عمته دي حنان دي اختنا ولا يمكن نأذيها ابدا. يعني جايز انتوا ما عندكوش فكر، بس اللي انا متاكده منه بقى ان كيداهم وامينه هما اللي طبخينها سوا. احنا ما عندناش فكره عن الموضوع ده خالص بصراحه يا عمته، وما نعرفش حضرتك بتتكلمي عن ايه. وبعدين انا ما اعتقدش ان ماما ممكن تعمل حاجه زي كده. يعني حلو، هيكون مين سايبها مع امينه؟ قالت لي هزوقها يا عمته، طلعت بيها فوق. حسبي الله ونعم الوكيل. البت يا كبدي مش هي، ما عرفتهاش والله، وعامله لها مكياج. يا ساتر يا رب، عفريت يا طنط. ممكن يكون حد من الجامعه حب يهزر معاها. يعني مين يا بنتي؟ كل زمايلها في الجامعه بيحبوها. والله يا عمته احنا كمان بنحبها وبنحبك انت كمان قوي، ونازلين علشان نطمن عليها. قولي لنا بقى هي صحيه دلوقتي ولا نايمه؟ عشان لو نايمه ننزل لها وقت تاني. هي صحيه ومش صحيه، كل ما ادخل عليها الاقيها مسهمه وبصه في السقف. حنان حنان فوق يا بنتي، ولاد خالك جايين يطمنوا عليكي. حنان انت كويسه حبيبتي؟ يا رب تكوني بخير. جون جون هنجيب جون. هو مين ده يا اختي اللي هيجيب جون؟ شيكابالا. شيكابالا هيجيب جون وهناخد الدوري. ربنا معاكو. انا بنتي طول عمرها اهلاويه وعماله تقول يا ابو تريكه يا ابو تريكه، اللي جرى لها وقلبت كده على الزمالك. ليه يا طنط ماله الزمالك؟ ما الزمالك زي الفل من ساعه ما جه حسام حسن والزمالك اتشقلب، مش بعيد ياخد الدوري. خلينا في موضوعنا. حبيبه قلبي فوق يا بنتي وردي عليا. ماما. نعم يا روح قلب ماما. انا خايفه عليه قوي يا ماما. هو مين ده يا بنتي اللي خايفه عليه؟ مهند يا ماما، خايفه يقفشوه، خايفه يقفشوه مع سمر يا ماما. البيت ده كان بتاع عشق الممنون. حليمه انا بجد زهقت بقى، ما بقتش قادره اتحمل اللي احنا فيه ده. معلش يا بص الصبر، لازم نصبر شويه. لحد امتى بقى؟ وبعدين انت مش مديني اي امل في اي حاجه يعني. ومن الاخر كده بقى انا حاسه ان ماما عايزه تجوزني العريس اللي كان جاي لحنان ده. ايه هو عريس حنان غير العطا وهيرس على واحده فيكم ولا ايه؟ يا سلام، ومالك فرحت بقى قوي كده ليه ان شاء الله؟ لا ما فرحتش على حاجه، انا بس مستغرب امك تخطف عريس حنان وتجوزه لواحده فيكم. طب ليه؟ المشكله مش في كده، المشكله ان انا حاسه ان عايزه تجوزه لي انا بالتحديد. مش معنى انت يعني؟ علشان قبل ما هو يجي دخلت، لما لقيتني ما لبستش قعدت تستعجلني وقعدت تزعق وتقول لاخواتي يلا لبسوها بسرعه، استعجلوا العريس على وصول. وما عملتش كده مع امينه؟ لا عملت. يبقى خلاص، يبقى هي بتعرض كل البضاعه اللي عندها على الزبون وهو ينقي براحته بقى. بضاعه ايه يا حليم وبس؟ واحنا يا ابني طبقين كنافه. اسمعي بقى، احنا مفيش قدامنا غير حل واحد نخلص بيه من كل ملاعيب امك دي. اللي هو ايه؟ اننا نتجوز. بجد؟ بس في السر. انت بتقول ايه؟ في السر ازاي يعني؟ امينه امينه تعال. مسائك فل يا قمر. مساء القشطه، مساء الحلويات. ايه يا بنت كنت عايزه تطلع من غير ما تمس على امك؟ انا اقدر يا روح قلبي. قولي لي اخبار العريس ايه؟ عريس مين؟ عريسك. امال عريس انا عشان اتجوز على ابوك عشان كان يسجنني؟ تخيلي يا دودو تتجوزي على حناف نفسي. ده كان قطعني. قولي يا بنت اخبار العريس ايه؟ عريس مين؟ عريسك يا بنت استاذ الجامعه. بصراحه يا ماما انا ما عنديش استعداد للجواز دلوقتي، انا عايزه اخلص دراستي الاول
ولو عايزه تاخدي رايي ابتسام اولى، هي الكبيره وهي اللي خلصت دراستها وقاعده في البيت وفرصتها صعبه. لا بقى، اللي فرصتها صعبه كريمه، هي دي اللي هتقعد في ارابيز انا وابوك العمر كله. هدي هي صح ستريتش قوي، لكن اخلاقها كنزه زي كريمه. يا ماما انت كده عايزه تطفشي. لا يا بنت، يا طفشوا ايه يا بنت، ده كل مرغوته على قد دمه، وهي بصراحه دمها كتير قوي. هي كتير لك دمها خفيف طالعه لي يا ابوك. بس يا ماما بصراحه يعني برضو ابتسام اولى. حاضر، هجرب مع ابتسام على الله توافق. كيدهن عظيم طبيعه، سهله من دي عليها الف وقيل.